السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضي جينا ونجيكم من هذا الوباء، هذه الجائحة اللي تبتلينا بها، وهذه الجائحة جند من جنود الله سبحانه وتعالى. والحمد لله على كل حال، هذه فرصة لقصنا أن نراجعوا أنفسنا ونرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المهم في هذا الشيء. هذا هو الامتحان دابا اللي كندوزو، يشوفنا الله سبحانه وتعالى اش غنديرو. وكاين واحد استراتيجية ديال الوقاية من هذا الفيروس كورونا، بإذن الله الله سبحانه وتعالى يجيك وغدير أبسط الأشياء. شنو هي أبسط الأشياء؟ حنا كما كنعرفو الوقاية العادية، ملي كتخرج للزنقة وملي كتقدا وكتحتاج شي حاجة، ملي كتدخل كتغسل يدك، ولا الحذاء ديالك كدير فيه جافيل تحت بحال هكا وتخلي الحذاء ديالك برا. ولكن هاد الاستراتيجية والطريقة اللي غنقول لكم انا، هادي خصكم تداوموا عليها كل نهار. هادي كون تداوم عليها الشعب المغربي كله والعالم كامل، راه ما غاديش نحتاجوا لا نمشيو للطبيب الا لا نحبسوا الخدامي الا حتى شي حاجة. الاستراتيجية والطريقة هي هادي، وانا سمعتها من الدكتور، فهاد استراتيجية مهمة وعلمية، وماشي داك الشيء جاي من يعني عاجي هكاك بلا دراسة علمية. هادشي دراسة علمية، ماشي سمعتها منه، سمعتها مثلا واحد الدكتور إيريك، راه معروف كيدير باللغة الإنجليزية وكيشرح واحد الأخ ديالو باللغة العربية. وهاد الدكتور إيريك كان هضر على الصيام، تا هو أن الصيام كيقوي المناعة. وكان الدكتور فايت تا هو كان هضر على أن رمضان فيروس كورونا يقضى عليه الا درتو هاد الاستراتيجية، هاد المسائل، يعني تصوم بالنهار ولكن خص تكون النظام الغذائي ملي تفطر يكون صحي، ماشي داك النظام الغذائي العشوائي اللي كنديرو حنا، لا، نظام صحي. بهاد الطريقة غادي تقضي على كورونا. ولكن الطريقة اللي غنهضر عليها انايا هي طريقة، قلت لكم هاد الاستراتيجية هي سهلة وبسيطة وبأشياء بسيطة وأشياء موجودة في أي منزل. أولا قبل ما تنعس غدير يا إما قرنفل أو الميرامية أو الشيح أو الزعتر أو الأوكاليبتوس، غديرهم في الماء شي كاسرونة وتخليهم يتبخو حتى 100 درجة، وديك البخار ديالو غتستنشقو واحد 30 ثانية حتى دقيقة، وغديرو فوطة كل نهار، نفس العملية كل نهار. يعني انه ولو يدخل فيروس تيبقى في جيوب الأنفية وكيدخل على طريق العينين ولا النيف ولا الفم، بعدا كيبقى في هذيك اما الحنجرة من الفم للحنجرة، كيبقى 4 أيام حيت مدة الحضانة ديالو 4 أيام. ولكن حنا ملي كنديروا هاد المسائل كل نهار، هاد العملية كل نهار، راه تنقضيو عليه. واخا كنكونوا هازين داك الفيروس كنقضيو عليه، يعني ملي كتدخل كل نهار كديرو راه كتقضي عليه، فهمتي؟ يعني في حالة الا كان تصابيتي في الدقة الأولى ما عرفتيش راسك واش تصابيتي ولا لا، ولكن راه كنقضيو عليه بهاد الطريقة كل نهار. قلت لك هاد الطريقه وحده من هاد الاربع المكونات، يا اما قرفر يا اما الشيح يا اما الزعتر يا اما اوكاليبتوس يا اما الميراميه، يعني 5 الحوايج وحده منهم يكفي، بلا ما تخلط هادي مع هادي، ولكن وحده منهم يكفي. يعني تنشقوا ديك حتى داك الفيروس راه ما كيستحملش داك الصهد، ما كيستحملش داك البخار السخون، كيقتلو في ديك الساعه. حنا ملي غنديروا هذا الشيء غنوقعوا انفسنا، هذيك احسن وقايه، احسن من الغسيل واحسن من هذا. ولكن لابد الغسيل حتى هو ملي يدخل، خص بنادم لابد يغسل، وهاد الطريقه خص مورين الدار يديروها كاملين. اقسم بالله العظيم لها الطريقه عطات نتائج مذهله، لا في اوروبا لا في هنا في المغرب، وكاع اللي كيتبعها راه باذن الله راه محصن هذا الوباء. وهذه الطريقه خصها تكون كما قلت لكم كل نهار كل نهار كل نهار حتى نقضيو على هذا الوباء.
وهذه الطريقه لا ما تحتاجوش لا تعيطوا ولا تجيكم لكحه ولا حتى شي حاجه ولا تعيطوا على الطبيب، ولان السبيطارات بنادم يخفف عليهم شويه. وزايد هذوك الوقايه العاديه اللي كديروا، غسل اليدين، راه داكشي المسائل كلها خاصها الدار والبقاء في المنزل. ولكن هادو اللي درتوها سبحان الله باذن الله مهمه جدا. وفي الاخير استسمح لها هضرت بالدارجه المغربيه، وكنظن ان الفكره وصلت، وان شاء الله تكون فائده للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.